إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من قلب البادية. أنا واحد بن سليمان، أجواء ليلية جميلة جدا ورائعة. كيف داير الجو عندكم نتوما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، ومنين كتابعونا، وأشنا هي التوقعات ديالكم القمة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البلجيكي يوم الأحد؟ إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، من قلب البادية نواحي بن سليمان. أرحب بكم في هذه الأمسية الجميلة، أمسية الجمعة، أجواء رائعة، أجواء جميلة جدا بقلب البادية نواحي بن سليمان. من أي مكان كتابعونا نتوما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، واش عندكم شي برد ولا؟ فهنا جو مثير وجو هادي، هدوء تام يعم المنطقة، والصورة توضح ذلك مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب. مساء الخير لكم جميعا، مساء النور في هذه الأمسية، أمسية جميلة وهدوء تام يعم المنطقة نواحي بن سليمان. تحية الأخي اسم محمد الإدريسي من مدينة زاكورة، تحية الناس زاكورة، ومتمنياتنا والله العظيم الانتصار للنخبة الوطنية، وتفرحنا وتفرح المغاربة عامة، لأننا محتاج لهذه الفرحة ومحتاج لهذا الانتصار اللي غادي يفرحنا إن شاء الله، وهذا التخوة بواه اللي غتخول لنا إن شاء الله المركز الاول اللي ما لو نتاهلوا حنا الاولين في المجموعه. ما بقاش مستحيل في كره القدم 11 ضد 11 وعاد زيد عليها حنايا احسن منهم في الجمهور، لان الجمهور اللي شفنا حنايا فجمهور كبير وكبير، تقريبا من بين الدول والمنتخبات القليله اللي عند هذاك الكم الهائل ديال الجمهور ارضيه الملعب. اذا فنتمنوا الخير يا ربي، منه ان شاء الله الجمهور كاين، المغاربه كلهم كاينين كيتسناو في هذا الماتش، كلشي كيدعي معاهم، فنتمنوا من اللعابه يكونوا ان شاء الله عند حسن الظن ديالنا وما يخذلوناش ويقدموا اداء كبير. ففي جنبهم ملايين المغاربه كتشجعهم وكتسنى في هذه المباراه. نتمنوا الخير يا ربي ان شاء الله، ونتمنوا من لاعبين يكونوا في أوج العطاء ديالهم، خصوصا لاعبي خط الهجوم، لا نصيري ولا حمد الله ولا لاعبي الأجنحة زياش ولا أبو فال. نتمنوا الخير يا رب، نتمنوا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، يكونوا في مستوى ويقدموا أداء إن شاء الله اللي يخولينا الانتصار بحول الله، لاننا محتاجين له. الى انتصرنا تاهلنا بنسبه ديال 2000% ان شاء الله، الى انتصرنا تولي عندنا كاتخ بوان ربعه نقاط، مهما بغات تكون المباراه ديال كرواتيا او كندا ما كيهمناش، لاننا الى ربحنا كونوا اكيدين بان الماتش ديال كندا غنربحوه وغنربحوه اليز. فنتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ان شاء الله الانتصار والفرحة، ونفرحوا جميعا إن شاء الله. إذا الصورة واضحة أمامكم، دائما نعود إلى هذه الأجواء الليلية الجميلة، هذه الأجواء المثيرة، جو رائع وجو جميل بقلب البادية نواحي بن سليمان، والصورة توضح ذلك مشاهدي قناة شوف تيفي.
مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، أرحب بكم في هذا النقل المسائي المباشر، واللي من خلاله كنقل لكم الأجواء الليلية المباشرة من قلب البادية نواحي بن سمان. أجواء ليلية جميلة جدا ورائعة هنا نواحي بن سمان، والصورة توضح ذلك. منظر جميل ومنظر رائع وهدوء تام يعم المنطقة. إذا ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، بعد ما رصدنا لكم الأجواء الليلية المباشرة نواحي بن سيمان، جو رائع وهادئ ليلا. دمتم في رعاية الله، تصبحون على ألف خير، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.